الغضب أيها الإخوة هو جمرة في القلب يشعرها الشيطان ويزيدها ذكاء ويزيدها تورية لكي تحرق القلب وتفسد العمل، بل ربما وقد أذهبت النفس. وليس المقام مقام قصص، وإنما المقام إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوصاه رجل فقال لا تغضب لا تغضب، هذه الوصية ليست نهيا عما يكون في القلب، إذ ما في القلب طارئ على كل امرئ، فإن من لم يستغضب فيغضب فإنه نقص في عقله وفي مروءته. وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أثر الغضب، وهو كف الجوارح، فلا يعتدي بلسانه ولا يجرح ببنانه ولا يحقد بقلبه فيجمع ضغينة، وإنما يدعو ويبرئ ظالمه والمعتدي عليه فيما في قلبه، ولا يمنع ذلك من الاقتصاص، فإنه لا ينافي الغضب، وما يكون في القلب فإنه من وضع الله عز وجل وليس بإرادة العبد. المقصود من هذا الكلام، نرجع لكلامنا، أن الغضب أيها الإخوة سؤرة في القلب يحبها الشيطان، فهي نار، والشيطان من نار خلق من نار، ولذلك فإن من أعظم مداخل الشيطان على ابن آدم الغضب. ما طلق رجل امرأته إلا وكان الغضب سببا، بل من أعظم أسباب الطلق. وقد جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرشه فيأتيه جنده فيقول لكل واحد من جنده ما فعلت، فيقول الأول ما زلت بفلان حتى زنى، قال لم تفعل شيئا غدا يتوب. ثم يأتي الثاني من جنده فيقول ما فعلت، فيقول ما زلت بفلان حتى سرق، قال ما فعلت شيئا غدا يتوب. فيأتي الثالث فيقول ما فعلت، فيقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته وفارقها، فيقول أنت ويجلسه بجانبه. لعلم الشيطان أن الغضب هو سبب ذلك، وأن فراق المرء لزوجه أنه من أعظم الأسباب التي تفسد على المرء قلبه، وتفسد على الزوج قلبه، وتفسد على الأبناء بعد ذلك أفعالهم، فتؤثر في المجتمع كله، والحديث له مقام آخر. إذن المقصود من هذا أيها الإخوة أن المرء في الصيام يؤدب نفسه على ترك الغضب واكتساب الحلم، فحينئذ يضعف داعي الشيطان. وهذا من المعاني في أن الشياطين تغل في شهر رمضان، فإنها لا تجد النار التي تذكيها، ولا تجد السبب الذي تجعله مدخلا لأفعالها، ولا يكون سببا لإيراد المرء المهالك. إذن أيها الإخوة، هذا الشهر العظيم وهذه الأيام التي يصومها العبد هي سبب لترويض المرء لاكتسابه الحلم. ومن اكتسب الحلم فقد اكتسب حلم صفة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشهر رمضان هو شهر الحلم، والمرء يسعى لاكتساب هذه الصفة، فإذا اكتسبها جاء ما بعدها تبع لها.